ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. بداية شيخ يحيى، السلام عليكم. استشهاد متظاهر وإصابة آخرين برصاص القوات الحكومية في ساحة الخلاني ببغداد، يعني القمع مستمر، بما تفسر هذا الرعب الذي أصاب الأحزاب وميليشياتها من مليونية اليوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله أخي الكريم. اليوم كان على أن تكون كانت هذه المليونية التي قام بها أبناء شعبنا من كل المحافظات للحضور إلى ساحة التحرير وإلى المناطق القريبة إلى ما يسمى المنطقة الخضراء، وكانت هناك محاولة من أشخاص مسيسين ومن أيضا أطراف سياسية أرادت أن تجير هذه التظاهرة لصالحها، خصوصا بعد إن جاء ذاك الميليشياوي الذي هدد بإعادة عمليات الخطف والقتل على أساس طائفي. فما رددته الجماهير اليوم من أنها ترفض هذه الطغمة الفاسدة بكل أدواتها وبكل أشخاصها، هذا الذي دفع اليوم هذه الميليشيات إلى ارتكاب جريمتها بقتل أحد المتظاهرين وإطلاق الغازات السامة والمسيلة للدموع ضد جموع المتظاهرين التي حضرت من كل المحافظات، معبرة عن إصرارها على إزاحة هذه الطبقة السياسية الفاسدة والتي لم تكن أبدا سياسية، ولكن هذا المسمى الذي تتداوله وسائل الإعلام إنما هي طبقة من المافيات واللصوص. طيب. إلى أي مدى ترى أن هذا العنف المستمر من القوات الحكومية والميليشيات، طبعا هو مستمر منذ انطلاق ثورة تشرين، إلى أي مدى ترى أن هذا القمع، هذا العنف، هذا الاختطاف، هذا التخويف يمكن أن يحل الأزمة التي إن صح القول وقعت فيها أحزاب العملية السياسية المتمثلة بالرفض الشعبي لهم؟ الشعب المتظاهرون رافضون لهم، مع ذلك استمرار عمليات القمع والقتل والاختطاف، هل هذا يحل الأزمة؟ هل هذا يحل أزمة الأحزاب؟ بعد هذه الدماء الزكية الطاهرة التي سالت منذ 6 أشهر والتي تجاوزت وفق الإحصائيات الرسمية أكثر من 600 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين، وفي إحصائيات شعبنا بأن قد تعدى عدد الشهداء إلى أكثر من 2000، فهذه الدماء الطاهرة لا يمكن أن تتخلى عنها الجماهير بهذه السهولة من أجل أن تستمر هذه الأحزاب الفاسدة بطغيانها وفسادها. لذلك هي مصممة على تغيير الواقع الذي يعيشه العراق من جراء هذه الأحزاب التي جاءت مستغلة ظرف الاحتلال للتسلط على مقدرات شعبنا. وإن عملية القمع والقتل التي تقوم بها هذه الأحزاب وميليشياتها وأدواتها وارتكانها أيضا إلى ما يسمى الحرس الثوري الإيراني والقرار الإيراني في الوقوف مع هذه الطغمة الفاسدة ضد جماهير شعبنا لن تحل الأزمة مطلقا. لذلك يجب أن تنظر هذه الطبقة الفاسدة إلى أن الأمور ستسير إلى المجهول إذا لم تصدر قرارات تلامس جوهر ما يطلب به الشعب، وهو حل بؤرة الفساد ما يسمى مجلس النواب. طيب. هذه الوجوه الفاسدة والارتكان حشود من المثنى من القادسية والناصرية وذي قار والكوت، يعني وصلت بغداد تلبية لدعوة المليونية اليوم. هناك استجابة كبيرة، هناك إصرار كبير من الثوار من الشعب على ضرورة التغيير، تغيير هذا الواقع مثل ما تحدثتم. هذه الحشود يعني تؤكد من بغداد رفضها للأحزاب السياسية الحاكمة. كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة في ضوء موقف الأحزاب من هذا الرفض الشعبي؟ يعني هناك أيضا موقف يعني
مصر من قبل الأحزاب على عمليات القتل، كيف ستكون المرحلة المقبلة مع حكومة علاوي تجاه المتظاهرين السلميين؟ أخي الكريم، الأحزاب وما تقوم به من قمع واختطاف وإجرام بحق المتظاهرين وبحق أبناء شعبنا سواء في بغداد أو في غيرها من المحافظات، هي إنها تعرف سوف تصل إلى النتيجة التي تحاسب على كل سرقاتها وفسادها وإجرامها، فهي تلعب في الوقت الضائع، لربما تستطيع أن تثني جماهيرنا عن مطالبها، ولكن كما أشرتم إلى أن جماهير شعبنا اليوم الذي جاءت من كل المحافظات إلى بغداد لتؤكد إصرارها على مطالبها، ولا بد من وجود العامل الدولي أو الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ الشعب العراقي من هذه الزمرة الفاسدة. هل ينتظر يعني شيخ يحيى السنبل، هل ينتظر الثوار أي تدخل دولي؟ يعني منذ أكثر من 5 أشهر لم يحصل أي تدخل دولي، القوات الحكومية والميليشيات مستمرة بعمليات القمع والثوار يدعون إلى مليونية تلو المليونية، هل ينتظر الثوار أي تدخل دولي؟ هل يكون الحل فقط بالتدخل الدولي؟ أنا عندما قلت يجب أن يتدخل العامل الدولي، لأن العراق قد احتل بإرادة دولية وإن غابت عنها الشرعية، ولكن جاءت هذه الظروف في ظل عوامل دولية، لذلك يجب أن تتدخل. أما المتظاهرين فهم مستمرون في تظاهراتهم بوجه هذه الطغمة الفاسدة مهما طال الزمن، ومليونية بعد مليونية، من أجل تحقيق أهدافهم ومن أجل خلاص العراق من هذه الزمر الفاسدة التي استأثرت بالمناصب وبالأموال وجعلت العراق صحراء يبابا دمرت فيه كل المؤسسات. لذلك جماهيرنا لن تنتظر هذا العامل، ولكن العامل يجب أن يتدخل، لأنه قد ما حدث في العراق هو بسبب هذا الاحتلال وبسبب هذا العامل الدولي الذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه، وإلا فإن طريق الفوضى هو مستمر، وإن شعبنا مستمر في تظاهراته للخلاص من هذه الفوضى التي تصنعها الأحزاب المصر على فسادها واستهتارها بالمقدرات في العراق. نشكرك شكرا جزيلا شيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف.